Revue de presse. في الغوبي دبريس اليوم تقرأ مقال في تونيفيزيون، مقال عنوانه وفاة امرأة حامل بسبب غياب طب الاختصاص. امرأة حامل أصيلة تطاوين عمرها 34 سنة توفيت على خاطر ما قبلوهاش في قسم التوليد بالمستشفى الجهوي بتطاوين بسبب عدم توفر طبيب نساء وتوليد في السبيطار، وهو السبب المباشر لعدة وفيات أخرى، مش كان الحالة هذه معناها. حسب رئيس قسم الاستعجالي في السبيطار متاع تطاوين، السيدة هذه كانت في حالة حرجة جدا تستوجب تدخل عاجل، إلا أنه ما لقاوش طبيب اختصاص نساء وتوليد في السبيطار الجهوي في ولاية تطاوين. في مقال آخر على نفس الموقع تونيفيزيون تقرأوا أطباء ولادة يرفضون التحول للعمل بتطاوين على الرغم من وفاة امرأة حامل اليوم بسبب غياب طب الاختصاص. حسب المقال، وزارة الصحة بعد الحادثة هذه قاعدة تسعى لإقناع أطباء مختصين في الولادة باش يتحولوا لتطاوين للعمل في المستشفى الجهوي، إلا أنه أغلبهم رفضوا التنقل باستثناء طبيبة واحدة يرحم والديها ويكثر منها الناس. أكثر من هكا، في حادث وفاة المرأة الحبلة هذه، رئيس قسم الاستعجالي أكد اللي هما اتصلوا بالمستشفى الجهوي بمدنين، إلا أنه رفض المستشفى والإطارات في المستشفى رفضوا قبول المرأة، مما استوجب نقلها عبر سيارة إسعاف لمستشفى جربة، والمرحومة توفيت في الطريق. المشكل اللي هذه ما هيش الحالة الأولى اللي تصير، واللي يرفضها مستشفى مدنين كيتصل به مستشفى تطاوين، وواحد من الإطار الطبي في مستشفى مدنين يقول اللي هما ما يرفضوش الحالة كما هذه، مش بالعاني. المشكلة اللي طاقة الاستيعاب محدودة، واللي حتى هما كما تطاوين ما ثماش طبيب اختصاص. إذا ندورو ونرجعوا لموضوع طب الاختصاص، اللي يرفضوا باش يمشيوا يخدموا في المناطق الداخلية وفي الجنوب في تونس. هذوما الطب اللي كي ياخذوا الشهادة متاعهم يأديوا القسم، قسم إيبوكرات، ويحلفوا اللي هما باش يخدموا الإنسان والإنسانية وين ما كان. أما ظهر لي ثم فرق كبير بين إيبوكرات وليسيبوكريت هذوما، وكأني تطاوين ومدنين وغيرها من المناطق الداخلية للبلاد ما عندهاش الحق اليوم في الصحة، وما عندهاش الحق باش تتوفر فيها المرافق الأساسية، وباش المواطن غادي يلقى أطباء تتلهى بيه. وكأني تطاوين ومدنين ما هيش تابعة تونس، كان نحكيه على بلاد أخرى، باش السادة الطب هذوما الدكاترة المحترمين يرفضوا باش يمشيوا يخدموا غادي، لا والوزارة تسيس فيهم وتحاول، ونسطر على تحاول، باش تقنعهم باش يمشيوا يخدموا في بلادهم. وأرواح الناس اللي تموت حاجة عادية وما يهمهمش فيها الأطباء المحترمين متاعنا التوانسة اللي يحسبوا في رواحهم التوانسة. ما عارش ما تم اللي تسمعوا فيها هذه بلادكم، وهذا شنو يصير فيها عام 2015 واحنا على أبواب 2016، ما زلنا نحكيه على نساء تموت على الولادة على خاطر ما ثمش طبيب في السبيطار الجهوي في وسط ولاية. فما بالك كان نحكيه على وضعية المستوصفات في المناطق النائية والمناطق اللي بين ظفرين مهمشة. الطب متاعنا شنو يحبوا؟ يحبوا يقراوا ويحبوا يخدموا في دي كلينيك في العاصمة، في الساحل، في مناطق تكون مناطق سكنية كبيرة وفيها المرافق الأساسية، وخاصة يحبوا يدخلوا الفلوس. أما علاش هما قراوا الطب وعلاش وشنو يعملوا به الطب هذية؟ هذية بدين سيور تقعد آخر حاجة وآخر اهتماماتها.